نشرح اليوم علاج المس الشيطاني بإذن الله. نأتي بلتر من الماء، نعم، وأيضا نضعه في إناء كبير الماء، ونقرأ عليه آيات السحر ومعوذتين، وأيضا آية الكرسي، سورة الكافرون، وأيضا سورة الجن مرة واحدة، سورة الجن مرة واحدة، بينما آية الكرسي والكافرون، سورة كافرون وسورة إخلاص وسورة الناس وسورة الفلق تقرأ عليه 7 مرات، نعم، ثم تغتسل بها. يغتسل الشخص المصاب بالمس الشيطاني قبل النوم، يغتسل بهذه الماء، ولا تصب الماء في المجاري، نعم، وتكرر يوميا هذه الطريقة لمدة 7 ليالي متتالية، ومع قيام بأداء الصلاة في أوقاتها، وأيضا الأذكار صباحا ومساء، وتصدق بالمال أو إطعام الفقير يوميا، نعم، بهذه الشكل أو بهذه الطريقة تتخلص من المس الشيطاني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا شرحت لكم طريقة علاج المس الشيطاني، نعم، سوف نشرح في الفيديوهات القادمة مواضيع لقضاء ولعلاج أنواع من السحر الذي تصابه به الإنسان، نعم، وشكراً.